وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجد، والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد. وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجد، والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد. إن القراءة نعمة أوصى بها رب العباد، اقرأ فإن العلم مثل الصبح من بعد السواد. إن القراءة نعمة أوصى بها رب العباد، اقرأ فإن العلم مثل الصبح من بعد السواد. اقرأ وجاهد واغتنم وطلب من الله السداد، العمر أيام وتاريخ يرافق من أراد، من أراد. وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجد، والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد. وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجد، والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد. نشر الثقافة غاية تجلي عن العقل الرماد، فزرع بذور العلم فيك غدا سيرضيك الحصاد. نشر الثقافة غاية تجلي عن العقل الرماد، فزرع بذور العلم فيك غدا سيرضيك الحصاد. حتما سترقى أمة كان الكتاب لها عماد، ويزيد وهج الكون علما حين تحضنه الآيات، الآيات. وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجد، والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد. وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجد، والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد. إن القراءة نعمة أوصى بها رب العباد، اقرأ فإن العلم مثل الصبح من بعد السواد. إن القراءة نعمة أوصى بها رب العباد، اقرأ فإن العلم مثل الصبح من بعد السواد. اقرأ وجاهد واغتنم وطلب من الله السداد، العمر أيام وتاريخ يرافق من أراد، من أراد. وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجد، والأمنيات غزيرة كانت نتيجة